قرآن وواقع. رحلات يومية من واقع الإنسان إلى حقائق الإيمان مع الشيخ الدكتور عبد الله سلقيني. الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النظر في الآيات الكونية، نريد بالآيات أي الأدلة، أصل الآية في اللغة العلامة، الدليل على أن الله وحده هو الذي يستحق الطاعة، والدليل على أن هذا القرآن معجز من عند الله، يعجز البشر أن يأتي بمثله. هذا معنى النظر في الآيات الكونية. يقول الله سبحانه وتعالى: هو الذي جعل لكم الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق. يفصل الآيات لقوم يعلمون. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. هو أي الله سبحانه وتعالى هو الذي جعل لكم الشمس ضياء والقمر نورا. هذه أول معجزة قرآنية. قبل 100 سنة هل كان يعلم أحد أن الشمس هي مصدر النور ومصدر القدرة ومصدر الحرارة؟ ما كان يعرف أحد ذلك. كيف عرف محمد عليه الصلاة والسلام وهو النبي الأمي وأعلن في قرآنه هذا؟ الشمس الملتهبة هي ضياء، تضيء بلهبها، والقمر نورا، انعكس نور الشمس، ضوء الشمس على القمر فيعكس القمر نوره على الأرض، والقمر ليس فيه ضوء وليس فيه حرارة، بدليل صعدوا إلى القمر وعرفوا هذا. فهذه معجزة تدل على أن هذا القرآن من عند الله وليس من صنع محمد صلى الله عليه وسلم. وقدره منازل، فالشمس كتلة نارية تشع، والقمر انعكاس من الشمس على القمر، جرم القمر يعكس النور. وقدره، قدر القمر منازل. القمر له منازل 28، كل يوم ينقص 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 إلى أن يصل نص الشهر، إلى آخر الشهر 28 يوم، ثم يرجع فيزداد، يرجع هلال، يزداد 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 إلى أصبح بدر. فهذه المنازل 28، وبعدين في آخر الشهر في يومين أو يوم لا يظهر القمر فيها نهائيا، ثم يعود من جديد هلال صغير كالخط ويزداد. من الذي جعل ذلك؟ الله تبارك وتعالى. لتعلموا عدد السنين والحساب، فبالشمس تستطيع أن تعرف الأيام، كل 24 ساعة بتدور الشمس الليل والنهار 24 ساعة، بتعرف أنه مر يوم. طيب ممكن تنسى كم يوم مر، تقدم أصابعك تغلط برجع الشهر بختلف، لا، جعل لك القمر يبدو هلالا صغيرا ثم يزداد يزداد منزلة منزلة حتى يبلغ 28، ثم يغيب لا يخرج، ثم يخرج من جديد، خلاص الشهر ويبدأ شهر جديد. ففي الشمس تعرف الأيام، وفي القمر تعرف الشهور، فتحسب. الإنسان يحتاج للحساب، بده أجرك هذا البيت شهر ولا شهرين ولا سنة ولا 6 أشهر ولا 10 أشهر. قديما يا إخواني، قبل أن يوجد الفلك الذي يحددون فيه بداية 24 يوم كم كذا والسنة 350 يوم، قديما ما كان يعرف الأشياء، لولا القمر والشمس ما يعرف انتهى الشهر ولا ما انتهى. فلتعرفوا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق. خلق الله ذلك خلقا متصفا بالحق لإظهار قدرته ودلائل وحدانيته، أي هو المتصرف في كونكم وفي شمسكم وفي قمركم وفي أرضكم. فإذا كان هو المتصرف فيكم وفي
ما حولكم في الكون، إذا كنتم عقلاء تختارون طاعة العبيد وتقديس من لا يعلم، أم طاعة الله الخالق المالك الحكيم الخبير. ما خلق الله ذلك إلا بالحق، أي بقدرته، ليبين لكم الحق في قدرته ودلائل وحدانيته، أي تطيعونه وحده. يفصل الآيات، يعني يبين الآيات والدلائل الكونية لقوم يعلمون. الإسلام والدعوة إلى الله هي دين العلم، والدعوة إلى الجاهلية وإلى طاعة الشيطان من شياطين الإنس والجن هو الجهل وليس العلم. لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار، اختلاف الليل تعاقبهما، يذهب الليل وقت النهار. وما خلق الله في السماوات والأرض من عجائب كونية تدل على عظمة الله تبارك وتعالى وعلى إبداعه في الخلق وانتظام الكائنات العلوية في السماوات، لآيات لأدلة تدل على أن المتصرف في هذا الكون واحد هو الله، وهو المتصرف فيكم، وطلب منكم أن توحدوه، يعني أن تتحرروا من العبودية لغيره وتطيعوه وحده لتسعدوا. فلماذا لا تصدقونه؟ ولماذا لا تتقون عقابه إذ أنتم أشركتم معه غيره عقبكم؟ فاتقوا عقابه بالتحرر من العبودية لغيره، لأن العبودية لغيره هي ضرر عليكم في الدنيا قبل الآخرة. إن الذين، هنا بقى الذين لا يرجون لقاء الله فيعبدون غيره أو يطيعون غيره، إن الذين لا يرجون لقاءنا، أي لا يعتقدون أنهم عائدون إلى الله وسيجازيهم ويحاسبهم على أعمالهم، ورضوا بالحياة الدنيا، هدفهم فقط الدنيا، ما لهم في الآخرة شيء، ولا يفكرون في الآخرة، بل ربما صراحة كذبوها، ولكن لا في إله ولا في خالق ولا في آخرة ولا في حساب، ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، رضوا بس بالدنيا، مع أن الجهل الدنيا زائلة، ما بيعرف الواحد في أي وقت سيأتي ملك الموت يسحب منه الروح يكون جسد بزته لا قيمة له. ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، والذين هم عن آياتنا، أي عن إدراك آياتنا الكونية التي تدل على عظمة الخالق وأنه هو المطاع والإله الحق الذي يستحق الطاعة وغيره باطل، وهو الذين هم عن آياتنا غافلون، غفلوا عنها فما تذكروها ولا سألوا عنها، أولئك مأواهم النار، أي سيأوون في النار يوم القيامة بما كانوا يكسبون، أي بسبب كسبهم في الدنيا. ماذا كسبوا في الدنيا؟ كسبوا طاعة المخلوق ومشوا فيما يرضيه وتركوا طاعة الخالق، زعما منهم أنهم يحصلون أهواءهم وشهواتهم، مع أن الله تبارك وتعالى لم يحرم على الإنسان شهواته، ولكن قيدها بشكل لا يضر بنفسه ولا بغيره. فهؤلاء اطمأنوا للدنيا وتركوا الآخرة ونسوها وغفلوا عنها، فهؤلاء سبب ذلك أنهم يكونون في نار جهنم. نسأل الله العافية، والحمد لله رب العالمين. كنتم مع قرآن وواقع والشيخ الدكتور عبد الله سلقيني.